في هذا المحور نناقش مشاركة المرأة السورية في العمل المسلح بسوريا، والذي كان في درعا بمدينة وتحرير أثناء تحرير مدينتنا، ونتابع. في سوريا خنساء بكل بيت، لها دور بارز في النضال والكفاح ضد الظلم والقهر. فمع انطلاق شرارة الثورة سارعت المرأة السورية لتأخذ مكانها الطبيعي في هذه الثورة، حيث عملت على تنظيم وتنسيق مظاهرات نسائية بشكل كامل، من تصوير ولافتات وهتافات ثورية ومطالب إنسانية مشروعة، على غرار نظيراتها من مظاهرات الشبان. وتعرضت هذه المظاهرات للقمع بنفس الوسائل والمنهج الإجرامي، على الرغم من أنها مظاهرات نسائية سلمية خالصة. فكانت ناشطة إعلامية تنقل للعالم ما يجري على الأرض، مخاطرة بروحها لتنقل الكلمة الصادقة، وكانت طبيبة تعالج الجرحى في البيوت والمستشفيات الميدانية، فهي تسعى جاهدة لتضميد جراحهم وآلامهم، محاولة أن تعيد لهم الحياة والأمل بغد أفضل. والله لآخذ رجال بالثور، صار 5 شهداء عندي 5 شهداء. هي الأم التي لم تبخل على بلدها بالأبطال والشهداء، هي أم الشهيد وزوجة الشهيد وأخت الشهيد وابنة الشهيد، لتكون اليوم جنبا إلى جنب في حمل السلاح إلى جانب أقرانها من الرجال في ساحات المعركة، لتثبيتهم في قتالهم ضد ميليشيات الأسد. الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هالخاب الرجاء فينا، لما نوينا فما رقت عزائمنا، عما نروم ولا خابت مساعينا. نذهب مباشرة إلى درعا وتحديدا في نوى مع مراسلنا من هناك يوسف الدوس. يوسف، يعني بداية أود أن أعرف منك كيف هو وضع نوى بعد تحريرها، كيف هو وضع الأهالي، ما الذي يجري؟ نعم، في نوى في الحقيقة قام غالب سكان أهل نوى بهجرة هذه المدينة بعد المعارك التي حصلت فيها على جبهاتها. استطاع الثوار تحرير المدينة بشكل كامل. الأهالي طبعا غادروها، لكن الآن بدأت أعداد منهم تعود إليها، إلى بيوتهم. كثير من هذه البيوت مهدمة، ولكن رغم القصف الكثيف الذي ما زال منذ بداية المعركة تسقط البراميل على المدينة وعلى هذه البيوت، الأهالي هنا ما زالوا يعيشون ربما فرحة الانتصار ممزوجة بالحزن على بعض الشهداء. لدي هنا ضيوفي وهم من أهالي نوى ومن أهالي القرى المجاورة، طبعا أود أن ألتقي بهم. نعم، مرحبا. نعم. بداية لحظة، عم لاحظ من المشهد بأنه في جو، يعني جو أسري، في أولاد، في نساء، في رجال، في جو من الطمأنينة. نعم يوسف. نعم، هنا الأهالي، غالب الأهالي من كافة فئات المجتمع، بعضهم من الجيش الحر، بعضهم من الأهالي الذين تأذوا من المعركة ومن القصف، جميعهم هنا طبعا لديهم معاناة ولديهم قضايا كثيرة. كما ذكرت، هنا الآن يعودون إلى منازلهم، ربما كثير من هذه المنازل مهدمة، وكثير منهم جرحى، بعضهم شهداء. ربما هناك فرحة لديهم وإن كانت ممزوجة، يعني كما ذكرت بالحزن. نعم. على طيب، كان في دور للمرأة الدرعاوية بشكل كبير بالمشاركة بالعمل المسلح والقتال في سوريا. احكي لنا عن مشاركة المرأة، وإذا فينا يعني نشوف السيدات الموجود معك مشاركاتهم كيف كانت، رأيهم بدور المرأة بالعمل المسلح تحديدا كمان. you
نعم في الحقيقة يعني هناك مشاركة بالعمل المسلح ولكن إن كانت قليلة أو ربما نادرة لظروف عمل المرأة في حالات الحرب. شاهدنا لكن في نوى رأينا امرأة مع الجيش الحر تحمل سلاح وتشاركهم المعركة ربما في أمور يعني من الجراح الجرحى مداوات الجرحى وربما أشياء أخرى من قبيل الذخيرة وتعبئة الذخيرة والمخازن مخازن السلاح. شاركت المرأة في الحقيقة في هذه الأمور ولكن نعم مرحبا خالتي لو تحكي لنا عن يعني مشاركتكم بالثورة. والله احنا اللي يعني بنقدر نقدمه بنساعد هالشباب اللي بتيجي من بيكون بدهم معونات بيكون بدهم شغلات يعني معقم بدهم شيء بنقدر يعني هل بنقدر نقدمه يعني لهم بالبيوت. طيب انتم يعني كنساء كيف شاركتم الرجال في يعني معاناتهم وظروف الحرب؟ والله اكثر الدعم احنا بنعطيهم اياه دعم نفسي يعني احنا بنقدر نشجعهم انهم يروحوا ويجاهدوا ويحررون من هالشيء اللي احنا فيه. طب في نساء يعني شاركوا بالثوره ربما شاهدنا يعني ممرضات شاهدنا حتى نساء تحمل السلاح في نوى اكيد هذا والله هو يعني شيء يعني شيء اكيد انه الواحد لازم يساهم باي شيء بيقدر عليه يعني في منهم تلاقيهن ممرضات بيقدر يساهمن بروحن بيعالجن الجرحى بالبيوت بيقدر مثلا يوقفن مع جيزانهن هاللي بيقدر عليه كل انسان بيقدمه. نعم طيب يعني بتحكي لنا عن مشاركتك بالثوره وكيف يعني كيف كنساء؟ والله احنا ببدايه الثوره كنا نشارك بالمظاهرات وبتشييع كنت يعني انا ومع زوجي واولادي كلنا كنا نطلع وكان لي مشاركات من اسعافات اسعفت شهيده طبعا كان هو زوجي هو اللي يعطيني هاي المهمه اسعفت طفله شهيده على المشفى ويوم ضربت المظاهره بلدنا هون كمان رحت على المشفى دخلت على المشفى وطمنت على الشباب وهذا اللي كنا نقدر عليه يعني اللي كنا نقدر نقدمه من اسعاف من مساعده من اي شيء كنا نقدمه ما كنا نتاخر ولحد الآن الحمد لله يعني إن شاء الله ما أي شيء يعني حتى لو أعطونا السلاح مستعدين نحمله إن شاء الله. طيب نحن نحاول الآن توفير الإضاءة لكن هناك بصراحة الكهرباء مقطوعة ربما على مولدات بسيطة نعمل. طيب يوسف قلت لي في معك ناس من الجيش الحر نعم هناك صعوبة في الحقيقة في هذا الأمر. نعم نعم معك عناصر من الجيش الحر والمقاتلين حابة أعرف منهم بأنه هل هن بينصحوا الآن بأنه الناس ترجع على بيوتها بنوى؟ هل الوضع يعتبر آمن بما أنه ذكرت حضرتك أنه في حركة عودة الآن؟ نعم طيب بتحكونا كجيش حر يعني الآن الأهالي فيهم يرجعوا على نوى كيف الوضع؟ بسم الله الرحمن الرحيم أكيد الأهالي فرحانين أهالي نوى وأهالي الشيخ مسكين كلهم فرحانين بالعودة إلى منازلهم ونشكر الله أول شيء على هذا النصر المؤزر بفضل الله تعالى والحمد لله الأمور ماشية بخير وإن شاء الله إلى الأمام. طيب يعني ما في قصف الأمور كيف بالنسبة للمدنيين فيهم يرجعوا بأمان؟ والله المدنيين بدهم يرجعوا الإنسان اللي نازع عن بيته صار له شيء سنتين بده يرجع على بيته القصف موجود من هذا النظام الفاجر. طيب ربما في جميع القرى ربما تقصف المناطق يعني هل هناك كثير من البيوت مدمرة هنا في نوى كيف يعني كيف من لم يبقى بيته يعني صالحا للسكن أين يذهب؟ إذا شخص بيته مدمر وبيت جاره في مجال يسكنه عنده بتعاونوا كلهم بيساعدوا الأهالي متعاونين أكيد 100% الأهالي متعاونين وجيش الحر وهو والأهالي يد واحدة والأمور بخير إن شاء الله. أنتم كجيش حر ربما أنت جيش حر طيب تحكي لنا عن إصابتك وكيف الوضع؟ إصابتي أنا كنت بالمنشية بدرعة طلعنا على مؤازرة بالمنشية واقتحام درعة المنشية الصوب تغاد على حاجة شو اسمه هذا البناية غاد الصوب تغاد يعني كنا معنا سبيجيناي مدفع كنا قاعد نضرب على البناء أجا من النظام ضربنا بالدوشكة استجد معنا شباب واني صوبت يعني الحمد لله.
طيب يعني وكيف أنتم كأهالي وكيف تجد التعاون بينكم وبين الأهالي وأنتم خصوصا كجرحى وهناك مشافي ميدانية، كيف يتم هذا الأمر؟ والله كل ما بالقصر إن شاء الله، وفي دكاترة وفي شباب كثير يعني بالموضوع هذا. طيب وهنا أيضا لدي قائد في الجيش الحر قيادي، طيب ما تحكينا عن وضع المدنيين الآن هنا في نوار؟ والله وضع المدنيين يا أخي بالنسبة للوضع، الوضع مزري، والقصف النظام بالطائرات وصواريخ الأرض أرض ما بتعطي مجال هسه حاليا بالفوت على نواه، لأن النظام الفاجر إنه النظام أكل مثل ما تقول كم بالنسبة من الجيش الحر ما شاء الله بالنسبة لمدينة الشيخ مسكين ونوع التحرير صار تحرير شاسع يعني، فلذلك راح ينجن جنونه النظام وراح يبلش يضرب صواريخ أرض أرض طبعا والطائرات اللي كان الحربي والطائرة المروحي، فلذلك يعني إحنا بنحسبه نقول إنه النظام ممكن يجنجنونه ويضرب كيماوي حتى، جاء خبر على ما أظن من الشيخ مسكين ضارب كلور، والله يستر احنا نقول. على أي إن شاء الله تكون ممكن تكون إشاعات بما إنه حرر ونوى فهي إشاعات لزعزعة ولا يستغرب النظام ذلك. نظام مجرم، بس هاي الأطفال تعودت على الجو اللي احنا عايشينه وتعودت على القصف وعلى الطيران وعلى القذائف ومستمرين إن شاء الله. يعني حتى لو ظل يقصف او ظل يدمر فينا يعني انه في ناس بيقولوا انه اشاعات تحرير نوى، انتم الان يعني الحمد لله طلعنا على نوى اليوم وفتنا فيها ما خلينا فيها ولا شارع، هربت كلاب الاسد على الصنمين وان شاء الله وان شاء الله راح نظل وراهم حتى نطلعهم من الصنمين من عده مناطق بحوران، الشباب والجيش الحر والنساء والرجال والأطفال عن باقي المدن، باقي المدن هناك يعني عدة مدن ربما أبطع والشيخ مسكين، هناك معارك على هذه الجبهات، كيف وضع المدنيين في هذه المناطق؟ للأسف وضع المدنيين مزري جدا، يعني عندك مدينة أبطع بالكامل دمار أو قصف عشوائي، مدينة داعل قصف عشوائي، مدينة طفس قصف عشوائي، الشيخ مسكين في الحارة الغربية للأسف ضربها أرض أرض، وحتى في صاروخ جديد اسمه الفيل كمان ضربنا فيه، بس الحمد لله الهمة إن شاء الله راح ننتصر. وبالنسبة للنازحين مثل ما حكى الأخ كنا نستوعب بعض، يعني كل بيت فيه عيلتين وثلاث وأربعة وخمسة، الشغل الوحيد يعملها النظام فينا إنه وحدنا، ومستحيل تقدر توحد إنسان وتقدر تبعده عن بعضه، والحمد لله إن شاء الله تكون نوى هي فاتحة خير لتحرير كل المناطق السورية. يوسف أنا بدي أتشكرك، الحمد لله طبعا في تأخير بالصوت بيني وبين يوسف، وبهمة الجيش الحر تم تحرير نوى بالكامل وتم تحرير مدينة الشيخ مسكين بالكامل، ونحن الآن بعض الساعات إن شاء الله سوف ندخل قرفة بإذن الله. نعم إليك يوسف، أنا بتشكرك وبتشكر ضيوفك، وبعرف أنه عم تصوروا بظروف جدا سيئة، معذورين طبعا بأي لحظة ممكن يكون في أي مشكلة، ومثل ما حكوا كمان ممكن يكون في رد فعل انتقامي من النظام أنه يقصف هاي المناطق. أنا بتشكرك يوسف وبتمنى لكم الصحة والسلامة، شكرا. دعا ناشط محافظة حلب خلال حملة إلكترونية أطلقوا عليها اسم دعم القيادة الموحدة، دعوا إلى إضراب عام يوم الثلاثاء القادم يشمل جميع المؤسسات المدنية والإغاثية والثورية للضغط على الفصائل العسكرية لتشكيل قيادة موحدة تجمعها، وذلك في ظل الخطر المحدق في مدينة حلب. الإسراع في تشكيل قيادة موحدة في مدينة حلب أصبح ضرورة ملحة لمواجهة الخطر المحدق والمهدد بحصار المدينة، بعد أن حشد نظام الأسد وميليشياته آلاف العناصر بغية حصار المدينة واقتحام أحيائها المحررة إضافة للريف. هذا ما دعا إليه ناشطون وإعلاميون سوريون خلال حملة أطلقوا عليها اسم دعم القيادة الموحدة، هدفها الضغط على القيادات العسكرية الثورية بشكل رئيسي والجهات الأمنية والإغاثية والمدنية من أجل تشكيل قيادة تجمع كل الفصائل العسكرية والجهات المدنية. الله أكبر. السبب الرئيسي لإطلاق هذه الحملة هو الظرف الصعب الذي تشهده المدينة وفق مركز حلب الإعلامي، فبعد إغلاق طريق حندرات لم يتبقى للمدينة سوى طريق إمداد وحيد وهو الكاستيلو، فيما تواصل قوات النظام حشد مختلف ميليشياتها لتغلق هذا الطريق وتكمل إغلاق الطوق الذي تعمل عليه منذ أكثر من عام.
توحد الفصائل الثورية إذن من شأنه حل هذا الوضع الخطير بحسب نشطاء، لتكون لها قيادة موحدة تعمل على تنسيق العمل العسكري والإغاثي وتسخر جميع الإمكانيات المتاحة لصد هجمات النظام وميليشياته. نتابع لقطة تحت عنوان الصورة تتكلم في سوريا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هرب يا شباب. لك شفت شلون أطلق النار عليه؟ شايفين؟ الكلاب حيوانات والله كلاب. شايف شيء؟ شايفين شيء؟ رجعوا لورا. ديروا الله أكبر رجعوا لورا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شباب عم يتحرك. لا العمى عم يتحرك. لك هذا حي والله مو ميت. حي عم يتحرك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما تصدق. ما تصدق. لا حول الله. ما تصدق. عم يتحرك. عم يرجع يتحرك. لسه يتحرك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما تصدق. لك طلع فينا. الله اكبر الله اكبر. هربوا. لا حول الله اكبر الا بالله. الله اكبر. شباب شلون هيك؟ ما شفتوه؟ اي والله هرب. الله يحمي اطفال سوريا يا رب. ختام حلقه اليوم من هنا سوريا. شكرا لكم والى اللقاء.